هيدا رأيك. كل سبت الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا جينان مرهج على راديو تموز الإلكتروني. هيدا رأيك. موسيقى ثائر سمرة. مرحبا. بعطلة الميلاد الماضية تجرأت ونزلت قضي الإجازة أنا وولادي بلبنان. فكرت حالي تجرأت بسبب كورونا والوضع الاقتصادي والأمني غير المستقر، بس لقيت المطار عم بيعجب اللبنانيين من عدة أيام جايين يعيدوا مع أهلهم بلبنان، ومع فرق العملة بين الدولار والليرة اللبنانية بتوفي مع المغتربين. وبما أنه المنقيش أطيب ترويقة عندي، قررت أتروق كل يوم منقيش، وفعلا هيك صار. ومن كتر من العاملين بالفرن حكيوا بالخير عن أهلي وأخذوني على ليحة أختي بسبب الشبه، حسيت أني ببيتي. مرة من المرات نسيت أدفع، ما قالوا لي ولا ذكروني لتاني يوم. ناس طيبين بزمن الأسوة. الناس اللي شفتها كلها كانت لطيفة وطيبة رغم الأعباء، خاصة اللي عم بيبيعك شي وبيعرف انه اللي راتبه باللبناني يدوب يقدر ياكل ويشرب، بس اللي عم يصرف دولار بالسوق السوداء حامل بجيبته ملايين من الليرة اللبنانية وحاول يكرم اهل بلده ويكون استفتاحة خير احيانا. يا الله اللبناني شو بحب الحياة، من اللحم الحي بيعيش، ما بينطر دولته تنجز لانه دولته انجازاتها بتكون غالبا بحجم الموت. انا بطريقي من جونية صوب القديس شربل علانية الشفاء لمن احب، نزلوا دموعي من دون ما حس. قديش لبنان حلو وقديش اللبناني مسكين، ومهما بعد وتغرب حامل الانتماء معه، وبيرجع كل ما سنحت الفرصة يشحن طاقة حب. بقلب المنصورية ضيعتي، ما قبلت اتنقل بالسيارة، بدي امشي داون ميموري لين. هون محلات جديدة، هون محلات سكرت، هون سهرت مرة، وهون اجتمعنا أنا وأصحابي مرات نحكي عن حماية البيئة، وما حدا غير أمي كان يسمع. أمي كانت سابقة عصرة بالتفكير، كل الضيعة سألتني عنها. أمي اللي كان عقلها يوزن بلد بالمعرفة والحكمة، بتطلع في اليوم بعيون ضايعة، وأحيان بتهدينا بسمة رضا كأنها عرفتني، وأحيان دمعة شوق كأنها حست ومعرفت تعبر إنها اشتقت لي أنا وولادي عن جد. فتحت شنطة قديمة، ويا ويلي شو بحب التنبيش بصناديق وشنط مخباية، طلع لي من جملة ما طلع لي قلادة وحلق فضة هدية من ستي الله يرحمها. كانوا إلا ستي اللي عرفت تحافظ على جمالها لعمر 80 أو أكتر، كانت تعمل رياضة، تحط ماسكات طبيعية على وجهها، تاكل بانتظام قبل السوشيال ميديا والوعي الجماعي. كانت أيقونة أناقة وجمال قبل الفاشينيستاز والبوتوكس. لما أنا كنت بصف السيزيان بمدرسة الوردية، كان عندي أستاذ لغة عربية اسمه جوزيف منصور، هو اللي حببني بالأدب العربي والقواعد من جمال أسلوبه وسعة علمه وسرعة بديهته بكتابة الشعر. علمني يا مستمعين الكرام من 30 سنة، وبضل أنا وإخواتي وأصحابي نذكره. ليش عم خبركن عنه؟ لأنه دون عن كل من أعرف زرته ببيته خلال هالرحلة القصيرة، وهو المعروف عنه ارتجال الشعر، في أي لحظة سألته ألا تشتاق للتعليم؟ فقام جاب قلمه وأخذ الكتاب يلي هداني إياه وكتب لي: حبيت التعليم كتير، بيسدد خط التفكير، بيرجع ملقى تلاميذي، بيجدد لي عهد التبشير. قبل سفري بيوم طلبت من عمي المحارب القديم ياخدني شوف المرفق وبيروت. رسيتهم كتير بين هولندا وألمانيا حتى نشفوا دموعي، بس بدي ألمس بيروت عن قريب وإلا أنا بحبك وأبكي على الأطلال. ونحن وعم نلف بالشوارع الفاضية والأبنية اللي صارت هيك العظمية، سألت عمي: ليش أنت ما هجرت من لبنان؟ ليش ضليتك صامت كل هالسنين؟ قال لي: يا عمي إذا أنا فليت بكون عم خون كل رفقات الشهداء، نحن دافعين دم بهالبلد. لك آخ يا وطني، يا جرح بخاصرة عمري بتمنى يطيب، يا وطني يا حب بالروح ما بيغيب، رح ضل أحلم ترجع مثل ما كنت عأيام كميل شمعون، ورح ورد حلمي لولادي. الوطنية ببلادي مش حكي سياسيين، الوطنية عنا قصة شعب بيعرف يعيش. أنا جينان مرهج وهيدا رأيي. هيدا رأيي
كل سبت الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت، وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا جينان مرهج على راديو تموز الإلكتروني. هيدا رأيي، موسيقى ثائر سمرة.